طيب استاذ سيد، خلينا نتكلم او نبدا كلامنا بقانون الخدمه المدنيه، وده اللي يمكن بيشغل بال يعني اصحاب المعاشات، عامل لهم حاله من الخوف والقلق، لسه مش فاهمين فيه قوي لان الرؤيه مش واضحه. ايه اللي القانون ده هيضيفه لاصحاب المعاشات؟ لا، هو قانون الخدمه المدنيه ده بيحل محل القانون 47، وده خاص بالموظفين. اما قانون الموحد للتامين الاجتماعي ده بيحل محل قوانين التامين الاجتماعي. فقانون الخدمه المدنيه ده له قصه تانية، يعني اذا كان فيه بعض الفئات داخل المجتمع المصري لهم اعتراضات عليه او الى غيره، ده ملوش علاقه بقانون التأمين الموحد اللي هيحل محل التأمينات، القانون التأمينات الاجتماعية. أنا عايز أقول بس المسودة، يمكن أنا حضرت الجلسات اللي تمت المناقشة بتاعتها من خلال اللجنة اللي عملتها. إحنا بنحاول في المسودة إن إحنا نشوف كل العوار اللي موجود في القوانين القائمة على أساس إن إحنا نصححها. وان احنا يبقى في قانون بيحدد علاوه دوريه. يعني هو برضو انا عايز اقول حاجه، فيه كان كثر الكلام حوالين ان القانون القائم للتامينات الاجتماعيه هو احسن قانون في الشرق الاوسط، والكلام ده يعني ممكن يؤخذ منه ويرد. ممكن يكون في الحقوق، في المزايا، ممكن يكون في الناس اللي بيحدد لهم الحقوق، ده ممكن يكون صح. لكن في شكل الحقوق المباشرة اللي بيترتب عليها حساب المعاش، لا، أنا مش مع ده. لأن النهاردة لما يبقى أنا عندي قانون أو قوانين قائمة بتتكلم في إن حد يبقى الأجر بتاعه 10,000 جنيه، وإن اللي مسموح إن يتأمن عليه من 10,000 جنيه 1,500 جنيه أو 2,000 جنيه، وباقي الاجر ده بره حساب منظومه التامين الاجتماعي اللي على اساسه هيتحسب معاشه، ما اعتقدش ان ده يبقى قانون يصلح اساسا ان هو يخاطب حقوق افراد او اسر او بشر. هي تقريبا النسب بتبقى قد ايه؟ يعني لو هو فعلا زي ما حضرتك قلت المثل ده ان هو اجره 10,000 جنيه، يعني هديكي مثل، لو انا النهارده مثلا حضرتك في القناه دي بتاخدي 20,000 جنيه، المفترض ان الاجر بيبقى متقسم ما بين اجر اساسي وبين اجر متغير. يعني بعمل لك اجر في العقد بتاعك ده اجر اساسي، ولكن هعمل لك حوافز نتيجه البرامج والى اخره، بيبقى جزء من ايه؟ من الاجر. الاجر الاساسي اللي مسموح بالتامين عليه في قانون التامين الاجتماعي لغايه دلوقتي 1,120 جنيه. 1,120 جنيه. والمتغير 1,830 جنيه، لو انت حسبتيهم على بعض هتلاقيهم حوالي 2,300 جنيه. حضرتك لو بتقبضي اي رقم، اي حد النهارده، يعني اللي بياخد مثلا الحد الاقصى للاجر اللي هو بيساوي 42,000 جنيه، لا يتم التامين من هذا الرقم الا على مبلغ 2,300 جنيه ما بين اساسي وما بين متغير، وما يتم يعني ما يزيد عن ذلك يخرج من دائرة الحساب فيما يختص بالأجر التأمين.